السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله الأحرار في المغرب الإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم العربي الإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم أجمع. سلام الله عليكم أجمعين. تحية طيبة لكل إنسان حر، بنو آدم عنده أخلاق وتربية، لكل روح طيبة أمنيتها أنها تصنع الحياة وتزرع الحياة. ليست نفس خبيثة تصنع الموت وتزرع الموت والخوف في وسط الناس. لا إله إلا الله محمد رسول الله. جاتني رسالة من نساء قال لك يا ناس الجزائريين وخاصة الجزائريين، وهذه انشروها على كافة التراب الوطني، مش بشرط تنشر الفيديو تاعي، بينكم وبين بعض. راديو تروطوار وصلوها لكل الناس. كاين الناس يجوا يشروا من عندكم القش القديم تاع 100 سنة و90 سنة وحتى كاين اللي 300 سنة و200 سنة. كاين الناس مخبيين هذوك القنادر والسيوف وحوايج كيما هكا، يجيو يطمعوه ب 200 مليون و 300 مليون يبيع. هما يدوها يخرجوها برا وش ينسبوه لدولة أخرى تراث. هذه بنت مع البليش هذا تاع المغرب كيسموها المستشار لازوراي على ما أظن اسمه لازوراي، مش عارف نسيت اسمه، هو يهودي الأصل، المستشار تاع الملك تاع المغرب، مش من الملك، القوم لوط. عنده بنته تخدم في اليونسكو، قاعدة تسرق في التراث التونسي والجزائري منه وتنسب فيه للمغرب. الكسكسي احنا متفقين عليه انه مغربي جزائري تونسي ليبي، يعني هذيك الكل. اما بعض الامور الاخرى اللي تكون جزائرية ما لازمش تنسب لدولة اخرى، تبقى في الجزائر. فنصيحتي للشعب الجزائري والعائلات، وخاصة عندك فقر، هذه عادة المتاحف الجزائرية واللي راهم يقولوا عندهم الفن وعندهم التراث وعندهم جمعيات تحافظ على التراث الجزائري، نهب الأموال الشعب الجزائري. عادة هذا الحوايج هادو إذا واحد جزائري عنده حاجة كيما كيديها لهذوك الناس المتكفلين بالتراث، يقيموها ويعطوا له حقه. حنا عندنا لا، واحد كي تكون عنده حاجة ديما يا إما يجيبوا له يقولوا له هذا تراث وطني لازم نسيزوه لك، يا إما يروح ثم يبخصوه وشو يقولوا له هي دير 300 مليون 400 مليون، وش يقولوا يقولوا له نعطوك 50 مليون. ما كانش يروح يجيبوا له البوليس ويقولوا لازم تسلمها للمتحف. فشيء طبيعي يفتحوا هذا الفجوه، هذه الفجوه تنفتح عند الشعب. الشعب شيء طبيعي يقول لك طمع، الشعب يطمع في بلاده، في من راح يطمع في بلدان الناس؟ ما هو اي مواطن يطمع في بلاده، يطمع في من راح يطمع؟ انت اذا عندك ولاد في الدار يطمعوا فيك، فين راح يطمعوا؟ في الجيران، يعني يروحوا الجيران يطمعوا في الجيران. والله ما عادة الام هي الجزائر والاب هو هذا النظام اللي قائم على كي يكون نظام موش نظام معفن، فاي ابن يطمع في اباه ويطمع في امه ان هي اللي تعطي له، شيء طبيعي جدا. لا يبخصهم الاثمان يعودوا يخرجوا يبيعوا فيهم برا. ابا شويه نورمال، ما هي 300 مليون يعني متحف او مثلا جمعيه تحافظ على التراث اللي تدفعها في حاجه كيما هكا تحافظ على التراث. انتم اللي تحافظوا على التراث مش الشعب. شعب فقير، شعب فقير لا غالب شعب. هذه هي اذا النظام، اذا الجمعيات هذه تاع التراث ما حافظتش على التراث، الشعب راح يحافظ عليه لا غالب. كان اللي وعي وكان اللي ماهوش واعي، فيجيو يشروا من عندهم هذه ويخرجوها برا ومن بعد ينسبوها باسمها، لان بنت هذاك المستشار تاع المغرب هي اللي حاكمه اليونسكو. فشيء طبيعي تنسب كل شيء للمغرب، عيب وعار، عيب وعار، عيب وعار. لكن شوفوا انتم تبنون هذا جبتوا كل شيء راح تديروه باسم المغرب، حتى التراث الجزائري اصبحتوا تنسبوا فيه للمغرب، هذا عيب. ابنوا ديروا واش تحبوا، لكن احنا عارفين باللي الجزائريين الجمعيات الحقوقيه الجزائريه اذا تحركت 24 ساعه تهدم اللي بنيته انتم في عامين. فهمتوا يا ما احنا ما نتكلموش على المغاربه الشرفاء او على المغاربه الشعب كمسلم او اخواتنا، احنا نتكلموا على جهه معينه قاعدة تعمل في شيء غير قانوني أو شيء مش مليح. أخدموا عامين 3 سنين 4 سنين وأنتم تتعبوا، على بالي كي تتحرك جهة واحدة قانونية في الجزائر بإذن الله تهدم لكم هذا كله في 24 ساعة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. واحد الأخ تكلم لي الذباب، الذباب شوفوا يا جزائريين، أنا أعطيتكم واحد الفكرة من قبل، أفكار من قبل أعطيتها لكم. شوفوا الذباب دواه الشباب، شباب تاع 14 15 16 سنه 17 واعيين، اللي عنده تليفون هايطال يصور غير في كرعيه ويصور ما على باليش في شعره كيفاش طايحك وشعره كيفاش طايحك.
يا شبابنا، لازم شوف، انتوما تساهموا في بناء الدولة الجديدة، وتساهموا في بناء الدفاع عن الوطن، والدفاع على بلادنا، والدفاع عن الحق. عندكم تليفونات، بالكم فاضي، راكم قاعدين، الذباب انتوما خدمتكم. تدخلوا كيما درتوا لعلي سعيد نهار حبيتوا تلعبوا معاه، واش درتوا له؟ دخلتوا له 300 400 الف بنادم في الكونت تاعو وتعليقات وهذا. خلاص ديروا هكاك الذباب، اي واحد كونت تاع ذباب ادخلوا لعنده، 4000 5000 20000 30000 من الشباب تهبلوهم، تبلوكيوهم نهائيا ان شاء الله. هذه فكره. لا اله الا محمد رسول الله. جيب شويه ما. لا اله الا محمد رسول الله. ربي يحفظنا ويستر ان شاء الله يا ربي. والله حالة كارثية في المستشفى تاع الجزائر. واحد الأم اتصلت فيا قالت لي والله إن قريب زوجها مسكين يبكي ويصرخ، يبكي ويصرخ أنه ما عندوش قادر يتنفس، ما كاش أكسجين، ماهوش قادر يتنفس. قالت لي والله لا خلوه ساعات هكذاك حتى مات، رحمه الله وأسكنه في فسيح الجنان وربي يغفر له ويلهم ذويه الصبر والسلوان. والله ما كنت راح ندير فيديو، سمعت هذه قلبي مخيطة ويطلعوا حوثالات مديرين فيديوهات تاع المخابرات، رانا لاباس علينا ورانا عايشين في جنة، وكأن الشعب ماهوش عايش ثم وما راهش قاعد يشوف، ماهوش الشعب عايش ثم. تعلم من راكم تكذبوا، غير فهمونا على من راكم تكذبوا. إلا راكم تكذبوا على الشعب، الشعب راه عارف وشايف الحقيقة، يعني بالعين المجردة شايفها هاك. علم من راكم تكذبوا على الغرب، يعني باش تصوروا الغرب اللي راكم ملاح. الغرب راه تبون تاعكم شراه بالاموال، راكم شريتوه بالاموال، راكم شريتوه، يعني حتى لو يشوف الجزائريين يسلخون السلخ ما يهدرش، لانكم شريتوهم بالاموال. الا انجلترا ديك الاندبندنت، الجريده اندبندنت هي اللي ما قدرتش تشروها، اما الباقي الكل راكم شريتوهم. وصلت بكم تروحوا حتى لايطاليا، حكومه ايطاليا تشروها، بهدلت بكم. حثاله البشريه وانجاس القوم، حثاله البشريه فعلا وانجاس القوم. لا اله الا الله محمد رسول الله. زيد واحد الحاجه اتفقنا عليها يا الشباب الجزائري ويا الشعب الجزائري، الشعب الجزائري خاصه لازم كاين واحد الامور لازم ديروها في الجيشيات. وين ما تروح كي تلقى انسان يدافع على حقه، يدافع على حقه. مثلا قبل ايام واحد الاخ اتصل فيا وشو على القضيه الدفع للضريبه تاع الطوموبيل، يروح يكوفر. قال لي شوف سمانه وانا نجري، كل ما نروح نلقى الحشر، كل ما نروح نلقى الحشر. قال لي نروح نلقى الحشر. قال لي اخيرا كي لقيت يعني شويه دعوه كاتخات، على ما اظن كاينه وحده تاع 200000 وحده تاع 300000، ورقه تاع 200000 ورقه تاع 300000. قال لي حوت عليها تاع 100، قال لك ما كاينش تاع 300000. قال له ما كاينش تاع 300000، اعطيني تاع 200000. هذاك ما على باليش دار معاه مشكل. قال له عيط لي للمشرف العام اللي هنايا، عيط لي للمسؤول. قال لي والله انا معاه، قال لي انا ندافع على حقهم، هو يدافع على حق كل جزائري. هذاك نورمالمون الشعب كامل يوقف معاه، اللي ثم الموجودين كامل يوقفوا معاه، لان هذاك الحاجه ما تخصش هذاك بوحده، راح تخص الشعب كامل. ولكن تشوفوا منكر هضر واهضر اهضر، قول له علاش ما كاينش 200000 يا اخي؟ الدوله هذه اللي راه يسموها دوله مدايره منشور بلي كانت 200000 وكان وين راح 200000؟ علاش ما كاينش 200000؟ علاش راك حال ملا؟ علاش راك حال هذاك البيرو؟ وعلاش راك حال هذاك المكتب؟ وعلاش راك نحو تاع 200000؟ ديروا تاع 300000 وكملنا. باش تبان الصوره انا النهائيه، ما تبقاوش تلعبوا بالناس، تلعبوا على الاعصاب تاع الناس. واحد كيدو يكون يدافع على امر عام، الامر العام هذه، شوف الامر يعني العام، العام تاع الناس الكل، لازم الشعب يوقف معاه. توقفوا معاه كامل. اترجلوا هنا كي تدير حاجه غلطه، واحد تاع مكتب يدير حاجه غلطه، الشعب كامل يهضر، الشعب كامل ما كانش. حتى لو انا اجنبي، انا نعتبر يعني هولندي اجنبي، عندي جواز سفر هولندي وعندي الجنسيه، لكن اعتبر نفسي انا جزائري عايش في هولندا، ما يهمنيش. حتى فيهم ناس يشوفوني اني مانيش هولندي، ما يهمش. بس حكي نوقف وشوفوا الناس انا ندافع على حقي. الناس ما يقولكش هو دافع على حقه، الناس يقولوا راه يدافع على حقنا الكل. ما دام هذاك دار مع هذا الشيء، ممكن من بعد يديرها معنا احنا. كلهم يتدخلوا، حتى هولنديين، هولنديات، نساء، رجال، يجوا يقولوا له لا لا مش هكا، لا لا مش هكا. وتوصل احيانا هما يتصلوا بالشرطه، وكي تجي الشرطه بينهم بين الشرطه يشهدوه في حقه، في صالحي انا ضد هذاك، يقولوا له هذاك ظالم. هكا تقوم الشعوب، وهكا لازم تتكاتفوا، لازم تتعاونوا.
مش يلا نفسي 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 كيما بكري كيما كانت فرنسا بكري على باليش ما فهمتش العقليه هذه. هو يتهارد ويتقاوض ويتهاوش ويحرق في دمه علاش مصلحتك انت، وانت ممكن حتى قاعد مع صاحبك تضحك عليه تقول شي البغل هذا راه يقابض ولا يضيع لنا في الوقت، روح 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 يفوت برك، يقول له فوت برك فوت يخلينا احنا رانا ما عندناش الوقت. يا ودي دافع لك على حقك، كيف ما عندكش الوقت يا ودي دافع لك على حقك، يا ودي دافع لك على حقك نورمالمون انت ثاني توقف معاه تقول هذاك تاع قداش، تقول له كيف ما كاينش 200000 على المال الحكومه اللي مدارب اللي كانت 200000 300000، جاوا بوليس خلي يجيب بوليس ايه ومن بعد جاوا جدارميه ايه ومن بعد، حتى الجدارمي الطحان والله البوليس الطحان كيجي نورمالمون يوقف مع الشعب يقول له مادام جيت علاه ما درناش 200000 وين راه 200000، علاه 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 يرجع لك غدوه وغير غدوه، علاه راك حال اصلا كي ما عندكش هذوك الورق، علاه راكم طالبوا الناس بالضريبه كي ما عندكمش هذوك الورق، جروا في الناس بثلاث ايام بالاربع ايام بالخمس ايام، روح اجري اطلع انزل اطلع انزل اطلع انزل، الله اللي يربحكم. ولكن يا المرخص يا المرخص، الضريبه هنا تروح اوتوماتيك، مش محتاج حتى تروح تخلصها، مش محتاج نشوفوا في قيرتك، مش محتاج تروح دير لهم الدحس. لافان تاع الشهر تخرج بوحدها من البون الحساب تاعك تروح للضريبه، لاسيرونس تخرج من الحساب تاعك تروح لاسيرونس، الكرا يخرج بوحده يروح لهي، انت مدير لها تدخل الحساب الخاص تاعك تاع البنكه تاعك تريك لي كل شيء اوتوماتيك، يخرج اوتوماتيك. تحب انت تخلص تقول لهم انا نخلصش اوتوماتيك، ابعثوا لي الورقه، يبعثوا لك الورقه، تسنيها، تعمرها تسنيها تبعثها لهم. يدي كل يوم الناس تجري ما مقدسه هكا، وهو ذاك اللي قاعد يثم حاط رجل على رجل ويتمسخر ويعقبوا في الناس الوقت ما عندكمش الورق على شرك الفاتحين. اكتبوا عليه مغلق الى حين وخلاص وكملنا الموضوع. والشعب لازم تفهموا حاجه باللي لازم تتكاتفوا، هاو انتم تكاتفوا غير على المثل تاع الطعام كما ذوك اللي يصوروهم رانا معتبون يضحشر احسن الهوشر الهوشر رانا معتبون ورانا مش عارف وهذا البركه على تبون احشر الهوشر ودرك السبيطارات راكم تتلحسوا في خراكم هاكم تلحسوا في خراكم ها تلعب بكم بوبيانكم راكم تلحسوا في خراكم. اللهم لا شماته بصح شوفوا وين وصلتوا، السكات هذا اللي راح يدمر البلاد، دمر البلاد ومازال يدمر فيها. حمير حمير هو يدافع لك على حقك، كيف جيت تقول له روح بركة عطلتنا كيف عطلك هذا وقاعد يدافع لك على حقك، علاش تحاوزوا علاش تقول له روح وقف معاه هو يدافع لك على حقك. لا اله الا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله. شوف اخواتي واحد القسم نقول لكم حاجه، شوف العصابه هذه افسد العصابات، لكن الشعب كذلك كاين امور لازم يبدلها لازم تتبدل. يا الشباب تاعنا يا الشباب انا شوف الشياب كاين والله العظيم اللي كاين اللي كيعسب، لكن كاين ناس بزاف اللي غالب ما قراوش ما فهموش ما يعرفوش. الشباب انتم قريتوا انتم قريتوا انتم فهمتوا، ردوا بالكم الحوايج هذو. كي تلقى واحد يدافع على الحق العام، الحق العام يعني حاجه تخص الناس الكل، ما تقول لازم توقف معاه، لازم الكل توقفوا معاه. ان شاء الله تتلموا ثم قدام بيرو هذاك وتمسخوا عليه، تفوا عليه، خليه يجي للجدارميه، ومن بعدين ما سرقت ما نهبت ما راك تدافع على حقك وحق الشعب، حق الشعب هو حقك. لازم تفهموا الحاجه هذه، لازم نترباو، لازم نربيو بعضانا، لازم نترباو باش نكونوا شعب محترم، باش نكونوا شعب يقدر يحافظ على الجزائر المستقله اللي راح تكون من بعد. مش درك يحرروها الناس ومن بعد تبقاو في نفس العقليه تزيدوا تعاودوا تضيعوها. ولازم الوعي، لازم التكاتف والتحالف والوعي، لازم تنشطوا لازم تنوضوا تحركوا تحركوا. ما قلنا لكمش نوضوا كسروا وقتلوا وديروا حرب، بصح لازم تشوف منكر تقول لا لا انت تقول لا 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 يا سيدي لا لا معليش لا لا سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله. وعلى ذكر التمسخير تاع الاداره هذه، المهم وصلتني قصه من فرنسا، كانت مراه كبيره مسكينه في العمر يعني في الستينات، كان عندها زوجها يخدم في الامباساد تما في القنصليه 30 سنه 30 سنه يخدم في القنصليه تاع فرنسا تاع الجزائر 30 سنه مده 30 سنه مات ربي يرحمه الله يرحمه. راحت قالت لهم لازم تعاونوني انا 30 سنه ويخدم هنا يعني على الاقل عنده الغونطريك عنده حاجه عنده 30 سنه. قالوا ما عندك والو كان والو، قالت لهم 30 سنه عطاوها 2000 دولار. هي كعيطت لهم في التليفون ساعه قالت لي الفاجعه، قالت لي كعيطت لهم في التليفون قلت لهم بوانا الراجل تاعي فلان بن فلان، قالت لي يعرفوه، قالت لي راه خدم عندكم 30 سنه يعني واش قال باش تعاونوني واش قالوا لها، قالوا لها روحي للسوسيال تاع فرنسا هو اللي يعاونك.
روح للسوسيال تاع فرنسا يعاونك، وكانه هو كان خدام عند فرنسا. هم فرحت لعندهم ثم كيفاش الهضره هذه منا قالوا لها جيبي الوراق تاعو، كانه كان يخدم في شركه واحده اخرى، جيبي الوراق تاعو لي فيش دي بي تاع العوام كامل. قالت لي ناقصين زوج فيش دي بي. قال لي ما نقدرش ندير لك زوج في، لازم تروحي للجزائر تجيبيه من الجزائر من وزاره الداخليه ومن وزاره الخارجيه ويديروا لك ما على باليش شنو ويبعثوهم لك هنايا ونديروا لك هذه القصه. قالت لي كرهوني، قالت لي رايحه جايه لعندهم، قالت لي كرهت النهار اللي زدت فيه، يا الطحاحنه يا المرخص يا المرخص، خدام عندكم في الصيفه يا المرخص، راعوا على الاقل 10 انه كان عايش معاكم 30 سنه، هذا زميلكم 30 سنه يا المطحن، اي مش تاع نهار وزوج، 30 سنه هو خدام معاكم يا المطحن يا المرخص، على الاقل تراعوا انه زميلكم 30 سنه، لكن انتم كلاب تقعدوا كلاب، معفنين تقعدوا معفنين، حثاله تقعدوا حثاله، انجاس بقوم تقعدوا انجاس بقوم، اللي خامش خامش. اي بون، قلت لها نقول لك حاجه، قلت لها بالك راهم هما اصلا داروا الملف ومن هي من الجزائر بعثوا لهم الاموال تاعو وجبدوا حطوها في الجيب وداروا هكا باش كي رحت انت نسا وحطوهم في الجيب، يديروها موال فين يديروها ما تكسرش راسك، داروها من التامينات، داروها في المنح تاع لي فام ميناج، داروها في المنح تاع حتى الشرطه في الجزائر، بعض المنح بعض الكوميسارات حطوها في الجيب، بل عطوهم نورمال بل عطوهم دراهم تاع المرضى، الناس المرضى معوقين وهذوك وكلاهم، ولكن الدراهم تاع اليتامى بلعطوهم الناس فيهم، ولكن انتم انجاز ما كانش بنادمين، اقسم بالله ما كان بنادمين، ولكن الحيوانات اشرف منكم، الحيوانات وما كلاتش بعضها كيما راكم تاكلوا انتم في بعضكم. انا عمري ما شفت الحمير مثلا، الحمير راحوا كلوا بعضهم وعضوا قتلوا وفنوا بعضهم. يتهاوشوا بين بعضهم بصح يوليو يلعبوا مع بعضهم وياكلوا مع بعضهم ويحاموا على بعضهم ويدافعوا على بعضهم. اي صنف تاع حيوانات غزال بقر كي يهجم عليهم الذئاب ولا يدافعوا على بعضهم ويحاموا على بعضهم ويوقفوا على بعضهم الا انتم. الا هذا العار اللي ربي بلانا به في اخر الزمان، هذا الحثاله اللي لموها علينا، ها لموها 60 سنه وما يلموا في الخونه وولاد الحرك وولاد ابناء القراده والخنازير، اخوه القراده والخنازير لموهم ولاو ياكلوا فينا ماكله، ينهشوا في لحم بعضهم، دخلوا لنا هذه الامراض هذه دخلوها في الجزائر، الرشوه والمحسوبيه والمعرفه والخماج والعفن، وسهلوها قال لك هذه هي سبحان الله العلي العظيم. والله يا خالتي كان واحد حديث النبي عليه الصلاه والسلام، مانيش حافظ يعني مانيش حافظه لكن عارف المعنى تاعو، يقول لك ياتي زمان على امتي اذا خيروك بين كيما نقولوا حنايا انهم يعيروك انك ماكش مليح وانك ماكش قافز ومنا والله تكون شاطر، وهذه اختار انك تكون ماكش شاطر، قول لهم انا ماني شاطر احسن. علاش؟ شوف في زماننا انا نشفالها يعني مش حاجه بعيده بزاف، سنوات درك هذه سنين وهي ماشيه كيما هكا، الى دار الرشوه والمحسوبيه وكلا حق الناس، واش يقول لك؟ يقول لك راه قفز، هذا قافز شاطر وقافز هذا، الى راح يزني وضحك على بنات الناس مش وحده مش يقول لك هذا، يقول لك هذا تلحقو انت، هذا راه مخربق الدنيا، راه عندها حاجه كبيره، هذا واش تلحق عليه انت، واش تلحق عليه؟ هو زاني بصح يتفخروا بيه، يقول لك هذا هو الانسان اللي خلاص طوب، اذا هب اموال الناس، يقول لك هذا ضمن حياته، هذا ضمن المستقبل تاع اولاده، راح تلحقو انت. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لك ما تكونش كيما هكا، واش يعيروا كيما تكونش كيما حاجه كيما ديرش الرشوه وما ديرش، الا ما زنيتش وما حبيتش تزني وما حبيتش تبع، يقول لك هذا كافي، هذا يقول لك هذا جني، يقول لك هذا بالك زامل كاع بالك قوم الوطن، هذا يقول لك شري، يقول لك تيك ما راكش عايش، الا ما رحتش نوفقت وما رحتش رشيت باش تدي حق الناس وما رحتش درت هذه، واش يقول لك؟ يقول لك هذا يقول لك هذا راه جايح، يقول لك هذا جايح ما يعرف يدير، حتى سبحان الله كاين بعض النساء في الدار تعاير ولدها والله راجلها بهذه العقليه، تقول له انت جايح الناس قفزوا وانت قعدت، دخلونا جاي راح دخلونا جهنم بالسيف، هو خاين البلاد وخاين الشعب، خاين نهب اموال الامه، يقول لك هذا وش يقول لك؟ راه قفز هذا دبر راسه، هذا ضمن المستقبل تاعو وتاع ولاده، باب جهنم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لك خلي يعيروك، يقول لك ماكش مليح وراك ماكش قافز ومفاسد منا وما تكونش مع هذوك اللي يقولوا عليهم قافزين، صدق رسول الله
والله ماني حافظ الحديث، نسيته يعني، نسيت سامحوني، الحديث موجود نسيته برك، لكن المعنى تاعو هذا هو المعنى تاعو، ما عندوش تفسير اخر. لا اله الا الله محمد رسول الله، استغفر الله لي ولكم واتوب اليه. ربي يحفظنا ويحفظكم، ربي يسرها معنا ويسرها معكم، ربي يحفظكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.